السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في درسنا النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين استخدام الـ present continuous and present simple. طيب، يبقى هنتكلم عن هنوضح الفروق ما بين الـ present continuous والـ present simple. Number one, we use the present continuous for things happening at or around the time of speaking. يبقى إذا احنا بنستخدم الـ present continuous زي ما وضحنا قبل كده، في لما نيجي نتكلم عن الأشياء اللي بتحصل في وقت الكلام أو تقريبا يعني قريب من الوقت اللي هو at the time of speaking، في الوقت اللي هو بيحصل يعني، أو في وقت التحدث، وقت قريب من الوقت اللي أنا بتكلم فيه ده، كل ده بنسميه present continuous، مضارع مستمر. يبقى إذا أنا بستخدم المضارع المستمر لما اجي اتكلم عن اشياء بتحصل في وقت الكلام او قريب من وقت الكلام. يعني انا لو بقول لك مثلا what are you doing now، قلت لي I am reading a story، ده مش معناها ان انت بتقرا الستوري دلوقتي، ولكن انت بدأت فيها ولسه ما خلصتهاش، فالوقت قريب من وقت التحدث. لكن الـ present simple انا بستخدمه لما اجي اتكلم عن ايه، عن حاجة بتحصل بصفة مستمرة، عادة بالنسبة لي، مش شيء مؤقت هيخلص وينتهي. لا، ده الـ present simple دي حاجة متكررة، ممكن تكون habit، ممكن تكون facts. فإذا حاجة يعني اهوت، بصوا معايا كده، we use the simple present for things in general، بنستخدمها مع الأشياء بصفة عامة، or things that happen repeatedly، يعني حاجة بتحصل repeatedly يعني بصورة متكررة، حاجة متكررة الحدوث. يعني لما أقول لك مثلا I read stories every day، أنا بقرأ قصص كل يوم، دي حاجة بعملها كل يوم. I get up early every day، أنا بصحى بدري كل يوم، دي حاجة بتحصل repeatedly، دي حاجة بتحصل بصفة متكررة. طيب تعالوا نبصوا، يعني بصوا معايا كده على الشريط اللي قدامكم ده. لو بصينا هنلاقي، نبدأ بال on the left من الشمال كده، في ال present continuous أنا عندي ال past و now و future. فين المضارع المستمر أو ال present continuous؟ in the middle اللي هو now. ال present continuous دي حاجة it happens now at the time of speaking، دي حاجة بتحصل الآن في وقت الكلام. لكن الـ present simple لو بصينا عليه هتلاقيه إن هو لما نقولك I do، دي حاجة بتحصل يعني كان يعني حاجة بتحصل وبتحصل يعني كل يوم، يعني حصلت في الماضي وبتحصل في المضارع. يعني أقول لك مثلا I read، أو مثلا I get up early every day، أنا بصحى بدري كل يوم، دي حاجة أنا كنت بعملها، يعني حاجة بعملها دايما، فدي حاجة يعني بتحصل بصفة مستمرة repeatedly. لكن ال present continuous دي حاجة بتحصل في وقت الكلام، دايما بتكون مؤقتة، يعني مش بتكون فيها صفة ال الايه، ما فيهاش صفة اللي هي ديمومة ان هي حاجة بتحصل repeatedly بصفة متكررة او كل يوم. طيب تعالوا نشوف بعض الامثلة كده مع الـ present continuous. number one، the water is boiling، be careful، يبقى هو boiling now دلوقتي. listen to those people، what language are they speaking، ايه اللغة اللي هم بيتحدثوها. Let's go out. It isn't raining now. يلا نخرج، هي مش بتشتي. طبعا هي مش بتشتي دلوقتي. I am busy. What are you doing? أنا مشغول. أنت بتعمل إيه؟ معناه أنت بتعمل إيه دلوقتي. I am getting hungry. أنا جعت. Let's go and eat. Kate wants to work in Italy. So she's learning Italian. تبقى هي دلوقتي بتتعلم إيطالي. The population of the world is increasing very fast. سكان العالم بيزدادون بسرعة جدا، فدي حاجة مؤقتة بتحصل دلوقتي. لكن الـ present simple لما أقول لك، يعني كنت بقول the water is boiling، لكن في الـ present simple لا، the water boils. بقول لك مثلا excuse me do you speak English؟
It doesn't rain very much in summer. What do you usually do at the weekends? I always get hungry in the afternoon. Most people learn to swim when they are children. Every day, the population of the world increases by about 200,000 people. يبقى إذا هنا لو جينا فرقنا ما بين الاتنين، لما قلت في الجملة الأولى the water is boiling يبقى الووتر بيغلي دلوقتي، ده في present continuous، إنما في present simple water boils at 100 degrees. طبعا الجملة كده خليتها present simple، ودي حاجة دي fact، يعني لما أقول لك المية بتغلي عند درجة 100 درجة مئوية فدي حاجة دي فاكت، دي حقيقة بتحصل دايما، يعني مش حاجة مؤقتة. لما أقول لك مثلا listen to those people what language are they speaking، اللغة اللي هم بيتحدثوها، لكن أنا لو بتكلم بصفة دايما هنقول لك do you speak English. في الجملة برضو لما قلت لك let's go out it isn't raining now، يلا نخرج مش بتشتي دلوقتي، لكن أنا لو عايز أقول لك It doesn't rain very much in summer. ده الدنيا ما بتشتيش كتير في الصيف، ودي fact. اوكي طيب ألخص الكلام ده وأقدر أقول إن دايما ال present continuous بيكون temporary، يعني موقف مؤقت، حاجة مؤقتة بتحصل في وقت الكلام، حاجة مش دايما. لكن ال present simple بيكون حاجة فيها repeatedly، فيها تكرار، حاجة بتعبر عن facts، حقائق، يعني حاجة بتحصل بصفة، حاجة بتحصل بصفة دايمة، حاجة بتحصل دايما. طيب نوضح كده أكتر أخوات. بيقول هنا we use the continuous for temporary situations. يعني temporary situations يعني مواقف مؤقتة، things that continue for a short time، حاجة بتحصل في مدة قصيرة مش دايما. لما نقول لك I am living with some friends until I find a place of my own، أنا قاعد مع أصحابي لحد ما ألاقي مكان، فأكيد مش هتنقل قاعد معهم على طول، يعني يبقى دي حاجة temporary، حاجة مؤقتة. You're working hard today. Yes, I have a lot to do. يعني دي حاجة مش دايما هو بيعمل كده، ولكن يبقى إذن present continuous بتكون حاجة temporary، حاجة مؤقتة بتحصل في short time. We use the simple for permanent situations، لكن أنا بستخدم بقى present simple في حاجة اسمها permanent. يعني permanent يعني شيء دائم، permanent situations يعني مواقف دائمة، things that continue for a long time، حاجة بتحصل تقعد مدة طويلة. لما أقول لك my parents live in London، باباي ومامتي بيعيشوا في لندن، they have lived there all their lives، يبقى هم عاشوا هناك all their lives طول حياتهم، فدي حاجة يعني حاجة دايمة. لما أقول لك Joe isn't lazy he works hard most of the time، فجو هنا isn't lazy، جو مش كسول، he works hard most of the time يعني هو دايما يعني بيكون hard working، بيعمل بإيه بجد. يبقى إذن نضيف اللي أنا قلته قبل كده إن the present continuous بيعبر عن موقف مؤقت، حاجة بتكون مؤقتة مش بتحصل بصفة دايما، وبتحصل for a short time لمدة بسيطة، إنما الـ present simple بيكون موقف permanent، موقف دائم بيحصل for a long time لمدة طويلة. أتمنى تكونوا استمتعتوا وفهمتوا درسنا النهاردة. If you have any question please don't hesitate to write it on your comments، اكتب أي سؤال عندك لو محتاجه في الكومنتس وإن شاء الله أرد عليك. Thank you so much for listening to me and see you next time. Bye.